تسويق قوي جدا ما بين حتى السبيكرز عشان ما يبقاش فيه اوفرلاب. في حاجات في الكواليس كتير قوي كانت بتحصل، فاتمنى ان الدنيا ان شاء الله تمشي كويس. النهارده هنتكلم على الترابل شوتينج. هنتكلم على الترابل شوتينج اللي هي حالات السي ار تي. والحقيقه احنا لما بنتكلم على الترابل شوتينج، الترابل شوتينج بيبتدي من قبل ما نكتب العيادة، انه اختيار البيشنت، وانه مش اي عيان عنده هارت فيلير او اي عيان عنده انفيرد ايجكشن فراكشن مع ليف باندل او وايت تو اس كومبلكس نقول على طول ان احنا لازم نركب له سي ار تي. زي ما كان المحاضره اللي فاتت دكتور ماوريتسيو قال انه مش كل الكرايتيريا، مش كل ليف باندل، مش كل اسكيميك ولا نان اسكيميك، في فاريبلز كتير قوي ترجح حدوث ريسبونس للسي ار تي من عدمه. طبعا تاني حاجه في الترابل شوتينج او تاني مرحله هو الترابل شوتينج بتاع الامبلانتيشن، انه برضو لازم اعمل بروبر سيلكشن للليدز او مكان الليد، وخصوصا طبعا الكورونري ساينس ليد عشان الام بي بيسنج. لازم اعمل بروبر سيلكشن واشوف البروبر كمبيوتري اللي ممكن احط فيه الليد، مش اي كمبيوتري وخلاص، مش اي بلانش من الكورونري ساينس وخلاص. لازم ابقى حريص جدا انه يبقى في عشان اعيد السينكرونايزيشن اللي مفقود في المايوكارديا، لازم اختار مكان كويس جدا. وطبعا تالت حاجه بقى اللي هو الفولو اب اللي احنا هنغوص فيه بحثا النهارده ان شاء الله. هنبتدي باول كيس. هي 75 years old، هي في مين، عندها ديوباتيك دايليتد كارديومايوبثي، متشخص بقاله 15 سنه. وبعد كده هي جالها بريست كارسينوما وشي ريسيفد ريديوثيرابي وكيموثيرابي انثروسايكلين بيست. هي حاليا كانت في نيها كلاس 3 كومبنسيتد، هارت ريت 60 بيتس بير مينيت، بلد بريشر 95 اوفر 60. كانت ماشيه على ميديكال تريتمنت، بيرندوبريل، بيزوبرولول، فلوزامايد، كرياتين كلينس بتاعت 40 مليمتر بير مينيت. وده كان منظر الاي سي جي. ايه رايكم؟ نون كلاسيك ليفت باند. نون كلاسيك ليفت باند. هو ليفت باند. اوكي؟ لكن ليس الابيرنس بتاع الليفت باند اللي هو زي ما الكتاب بيقول. وفعلا ووايت والبي ار اس كومبلكس الديوريشن تقريبا داخل على 140 ملي سكند. ممكن جدا بطران. الحاجة الثانية بس ان انا شايف كان في كيو صغيرة في اي بي ال، ومفيش نوتشنج لاف 1 ولا اي بي ال ولا بي 5 ولا بي 6. احنا مش فاوس كرايتيريا دول من ده الكتير الكتير في اسبانيا. تمام. بيشنت الايكو بتاعه كان الايجكشن فراكشن 20%، الاند ستوريك دايمتر كان 62 ملم، 2 اوفر 3 مايتر ريجيتيشن، ما كانش فيه دايليتيشن في الرايت سايد. السؤال بيشنت زي دي هبتدي الاول اوبتمايز ميديكال تريتمنت ولا اخش على طول في ان انا اركب سنجل تشامبر او دول تشامبر اي سي دي، ولا اركب البيشنت دي سي ار تي دي ولا سي ار تي بي؟ طبعا منطقي ان احنا نحاول نوبتمايز الميديكال تريتمنت الاول. وده الحقيقه برضو يعني خطا بنقع فيه كتير قوي، انه اي عيان قدامنا بنشوفه امبيرد فانكشن وليفت باندل، حتى لو الاي سي جي كرايتيريا ميتنج الكرايتيريا فور امبلانتيشن اوف سي ار تي، الحقيقه احنا في ناس كتير قوي بترش انتو امبلانتيشن اوف سي ار تي، رغم ان احنا ممكن ما نكونش راجعنا هل العيان ده ماشي على ميديكال تريتمنت بروبرلي ولا لا، هل التريتمنت بريسكرايب كافي واوبشنال ولا لا؟ هل البيشنت كومبلاينت على الميديكال تريتمنت اللي هو مكتوب له ولا لا؟ ما ممكن عيان انا ما بمشيش على الميديكال تريتمنت او انا مش موظف على الميديكال تريتمنت وبتعب. ممكن عيان يكون ماشي على الميديكال تريتمنت لكن مثلا مش مظبط الدايت ومش مظبط السولت انتيك، فبيجي له كومبنسيشن، دي كومبنسيشن سوري كتير قوي.
ويقول اه والله ده انا ماشي على ميديكال تريتمنت لكن بتعب. فكل الحاجات دي مهمه جدا في الاسسمنت قبل ما اختار، قبل ما اقرر اخد قرار ان انا اركب سي او تي. هي دي بقى نقطه بقى جديده. دي الاول قبل ما اخد سي او تي الاول. بص دلوقتي الجايد لاينز بتقول اوبتمايزيشن اوف ميديكال تي. ومن ضمن الجايد لاينز دلوقتي السكوبوترين مع الفاكسرتين دلوقتي وان اوف وان اوف بالظبط. فهي برضو هي قصه موازنه. هل العيانين احنا النهارده في مصر هل نقدر كل العيانين يديهم انتريست ولا لا؟ ده برضه سؤال مش سهل. لو عندك كونتر انديكيشن ليه هايبر كلامك بالظبط بالظبط كان نوت كلوريد اكوردنج للبلاد بريشر بتاعك فانت بيحكمك ان انت تقول ان الميديكال هتدخله ولا كان نوت اكورد يعني فلو بتسال على الميديكال تريتمنت اه الانترستو من ضمن الميديكال تريتمنت من ضمن الحاجات اللي المفروض تديها للبيشنت قبل ما تاخد قرار اذا كنت تركب سي ار تي ولا لا. لكن لما بقى تتكلم بقى في الريالتي انت بتكومباين بين النولج اللي عندك والظروف بتاعت البيشنت اللي قدامك. معلش برضه عندي كومنت هي برضه في البرزنتيشن او الهيستوري بتاعها واضح ان واحد من يعني الاسباب اللي خلت الفانكشن بتروليت هي كانسر ثيرابي. الانسر سايكل واحد من الموست امبورتنت كيمو ثيرابيز اللي هي معروفه انها بتعمل اندوس هارت فيلير والتيميت حتى من اسباب الاسكيميا. فاعتقد هي كانت ريسنتلي بتاخد الحاجات دي شوت كونتاكت مع الدكتور بتاع الاورام ان هو تو تشينج ذيس استراتيجي اوف ميديكيشن اكورد بريستي كانسر. بس هو في الهيستوري هنا بقى لها 10 ييرز فلو هي ميك شور ان هي خلصت الكورس ده فغالبا ده بيرمننت يعني انجري من الميديكيشن. بس انا ممكن انت تبقى عارف انت تاخده لو هي مستمره عليه لازم تكون تاخده لان ممكن ناس كتير لما يغيروا الاستراتيجي بتاعت المانجمنت بريست كانسر بيتحسن. فطبعا الجايد لاينز واضحه نبتدي بميديكال ثيرابي اس انهبيتور بيتا بلوكرز لو ستيل سيمتوماتيك نزود من جرار الكويت انتاجونست. قصه بقى ان احنا نخش في اليو ار اس ديوريشن ده لو لسه ستيل سيمتوماتيك بعد الاوبتيمال ميديكال فيلد. طيب احنا جاوبنا على السؤال ده هل هو فعلا نف بندل ولا انترفنتشنال كوندكشن داي ولا رايت بندل. هو فعلا نف بندل ولكن مش في فين او انكمبليت رايت بندل مش انكمبليت بس يعني مش التيبيكال مش الكلاسيكال شيب اوف ذا ليف بندل اللي احنا المفروض ان احنا نطبق. وفي 2011 الشتراوس كرايتيريا اتعملت لان هم لقوا انه في بيشنتس كتير قوي كانوا من وجهه نظر اللي ركبوه ان هو دي شود بي ريسبوندرز وكان عندهم ليف بندل برانش بلوك لكن لقوا انه في نسبه كبيره قوي ما كانتش ريسبوندرز. ف طلعوا كرايتيريا انه لا ده الكي ار اس ديوريشن يبقى اكتر من 140 ملي سكند في المينز 130 ملي سكند في الفيميلز وانه لو لقيت النوتشنج او السلورنج في اكتر من اثنين كونتاجيوس ليد بي 1 او بي 2 بي 5 بي 6 1 واي بي ال النوتشنج ده هيبقى مفيد جدا في ان انا اقول اه لا ده ممكن يبقى ريسبوندر احسن للسي ار تي. طيب مشينا على ميديكال تريتمنت وعايزين نشوف هنعمل له بقى الكتريكال ثيرابي سي ار تي دي ولا سي ار تي بي ولا اي سي دي. طبعا احنا عارفين ان اكوردنج للجايد لاينز برضو انه كل ما الـ ما الـ ما الكونتكس الديوريشن بتاعه بيزيد كل ما يزيد الباور اوف انديكيشن. طبعا في ليفت بندل مورفولوجي فوق ال 150 بيبقى بلس 1 لو نون ليفت بندل بيبقى بلس 2 8 الجراي زون اللي هي ما بين 130 ل 150 ودي بتبقى مشكله اكتر في النون ليفت بندل. يمكن في الليفت بندل بيبقى متشجعين اكتر وبنديها بلس 1 لكن في النون ليفت بندل بتاخد بلس 2 بي. لقوا بقى انه طبعا من الترايلز ومن الريزلتس بتاعت المادد سي ار تي انه اللور بنفيت اكتر في النون ليفت بندل عشان كده الباور اوف انديكيشن اقل. ولقوا ان البيشنتس اللي بيبقى عندهم امبير ار في فانكشن بيبقى ده بريدكتور اوف نون ريسبوند. يعني لو انا بيشنت عندي الار في فانكشنز عندي از امبيرد فده وان اوف ذا ساينز او وان اوف ذا بريدكتورز اوف نون ريسبوند. ومن ضمن البيشنتس دول كان في 490 بيشنت كان عندهم امبيرد رينال فانكشن والسب جروب
من البيشنتس دول كان اللونج تيرم سرفايفر كان اسوأ من البيشنتس التانيين، ولكن ده قد يكون بسبب الرينال بروبلم اتسلف الميشن ريسبونس، لكن احنا يعني دي مش واضحه. في الكيس بتاعتنا هم ركبوا سي ار تي دي تمام، وزي ما احنا شايفين الاتريال ليد وادي الار في ليد او الكويل الاي سي دي شوك ليد، وادي الكوادري بولر كورونري ساينس ليد. ناخد بقى راي حضراتكم، انتوا موافقين على الاماكن بتاعت الليدز دي ولا لا؟ هو الشوك ليد على السيفا، الشوك ليد على السيفا بالظبط بالظبط كده. طيب وات اباوت ذا اتريال ليد؟ طبعا يعني اي دونت نو ذا يعني واي واز ذس امبلانتد ان ذس بليس، ما عنديش التفاصيل بتاعتها. طيب وات اباوت ذا كورونري ساينس ليد؟ لازم يرجع بالظبط كده بالظبط كده، لانه مش واصل خالص لللاترال لوب بالظبط. هو المنطقه دي كده اولا مش ممكن ما تبقاش سكيور، لان في احتمال كبير قوي انه يحصل ديسلوجمنت في الحته دي، ممكن ان ما يبقاش ثابت ما يقدرش في مكانه. تاني حاجه انه لازم يبقى ينزل تحت اكتر عشان يعمل الاريا اوف كابتشر دي تبقى اوسع شويه، ما يبقاش الاثنين ليدز الار في ليد والال في ليد قريبين من بعض، فيقلل الفايده او يقلل الهدف بتاع السنكرونايزيشن اللي انا عايز اعمله. العاده دي بعد ما ركبت ب 24 ساعه جالها البوتنشن 80 على 50 وليبوريا. الغريب انه جالها سيركمفرنشال بيريكارديال انفيوجن وكارديال تامبونات، حاولوا يخشوا يعملوا تابنج ما عرفوش، لان هي كانت واخده ريديو ثيرابي فكان عندها بيريكارديال فايبروزس. فيعني عيانه زي دي بروبلماتيك، وكان الديسيجن في تركيب السي ار تي ما كانش ديسيجن مظبوط. يعني ده موديل لكيس نظريا هي ليفت باندل، نظريا ايجكشن فراكشن 20%، لكن ات از نوت ذا بروبر كيس او ات از نوت ذا كيس ذات وي ويت فور امبروفمنت او وي اكسبكت ذات ات ويل بي ريسبوند. فذيس از امبورتنت تو ريديفاين ان ترو ليفت باندل مورفولوجي. لازم نبقى عارفين كويس قوي انه اي بروسيجر ليه كومبليكيشنز، وكل الليدز ممكن يحصل منها كومبليكيشنز ونسب مش قليله. للاسف الجايد لاينز مش مديه كرايتيريا للنون ريسبونس، يعني هي مديه بس كرايتيريا، والكرايتيريا مبنيه بس على الويت بتاع الكيو ار اس كومبلكس، لكن مش مديه اي كرايتيريا تاني، مش مديه كرايتيريا للنون ريسبوندرز. يعني ما قاليش مثلا والله لو 1 2 3 ما تركبش او ما ما ما, ما, ما كده مش هيرسبوند كويس. نخش بقى على ايه؟ على حاجات تانية بقى. شويه تريسنجز الحاله ممكن نعمل بيسنج ديفرنت شويه قبل الرايت تنسل، طالما مسكت قريب من الرايت تنسل ممكن، بس يعني مش عارف اذا كان ده ممكن يفيد ولا لا. ما هي الفكره برضو في الـ في الـ في البوزيشن بتاع البيس، بصرف النظر بقى عن الانديوريشن. هي الفكره في البيسنج نفسه، مش الديوريشن. عاده محتاج مور بيسنج ثريشولد او بيسنج امبليتيود اكتر. عاده ممكن البروكسيمال ليد اصلا تكابشر الاتريال بدل الفنتركل، لان انت بتبقى في الجريد كارديال فين، زي ما بنعمل في في الايد ستادي. انت بتعمل بيسنج في الكورونري ساينس بتكابشر الاتريال. انا لاحظت حتى في الاي سي جي، يعني لو ترجع للسلايد الاي سي جي كنت جايب اي سي جي وكابشر الاتريال نوت كابشرنج الفنتركل. السبايك هنا سبايك من البروكسيمال ليد البروكسيمال بولز. فاعتقد ان قصه ان الفنتركل تو بي بيست بيفور ذا ار بي مش هيبقى ابليكابل قوي. لو انت عندك انكريس بيسنج امبليتيود من الديستال بولز هتحتاج ان دي يعني كابشر على هاي امبليتيود هاي بيسنج ثريشولد عاليه، دي هتستهلك الباتري، ولو غيرنا بالبروكسيما هتكابشر الاتريال. اعتقد الريبوزيشن هو الاهم. الكيو ار اس ما بقتش نارو، لان هو ما كانش بيبيس فنت هنا. هو كان بيبيس من البول ده. البول ده ده كان بيكابشر اتري، لانه كان في المين كورونري ساينس ما كانش في البيوت. اعتقد ميبي لما كان بيبيس ديستل او لو نزل تحت ميبي كان بيكابتشر فرينك نيرف، الله اعلم. جايز ما كانش بيجيب فريشوس كويسه، اضطر يحطه في المكان ده ممكن. طيب
This is a patient implanted with CRTD جاي في فولو اب. هو بيشتكي من ديسنيا وبيشتكي من بالبيتيشن وده منظر الاي سي جي بتاعه. هل تعتقدوا ان ده ريت ريسبونسيف بيسنج ولا ده انترميتنت اتريال اندر سنسنج او اتريال فيبريشن ولا ده انترميتنت ار في نون كابتشر ولا ده تريجرد فنتريكولار بيسنج اللي هو الفي في تي مود؟ في في تي مود. عندي ليه راي تاني؟ قول يا بطل. انترميتنت ار في نون كابتشر. طب ليه انترميتنت ار في نون كابتشر؟ لان في بعض الكومبلكسز هي وايت وبيبقى فيها 1 واي في ال نيجاتيف ده معناه ان هي ال في بيسنج بروبلي اونلي. هي تقريبا الاذر كومبلكس از فيري نارو كان هو اليكتيف سي ار تي. يبقى تريجر فنتيكولار بيسنج فعلا هو ده تريجر فنتيكولار بيسنج. وانا في الاول برضو يعني فكرت نفس تفكيرك في الاول بس لما رجعت بصيت عليها وطبعا للامانه دي كلها بقى حاجات انا واخدها من الاهرب ومعايا موديل انسس بتاعي للامانه. لو بصينا على الكونتكست اللي هو ده الكونتكست النارو دي فده واضح ان هو فيوجن ما بين الانترنسك اي بي كوندكشن والتريجر اي بي بيسنج تمام. وفي كومبلكسز ثانيه حصل فيها وايدنينج اكتر لانه العيان ده اصلا البيزك ريتم بتاعه اتري فيبريليشن وهو متظبط على انه يحصل تريجرنج انه وانس حصل كوندكشن ثرو ذا الار في يعمل تريجر ال في بيسنج بحيث انه مما يعملوا الفيوجن اللي هي الفكره بتاعت تمام. فده بيشنت البيزك ريتم بتاعه اي اف وعنده الادابتيف بيسنج او التريجر ال في بيسنج في مره يبقى نارو لانه ما بين الفيوجن ما بين الانترنسك كوندكشن والتريجر ال في بيسنج وفي مره يبقى وايدر عشان حصل انه الاثنين بيسنج حصلوا ما حصلش التريجر بيسنج. فده اللي يفسر ليه في بعض الكومبلكسز وسعت ان هما في الكومبلكس الوايد حصل اثنين ويت سحب. انا بتهيألي الجلابتي دي والديفرنس في المورفولوجي بتاع الفيرست كومبلكس بيعتمد على الريت اللي واصل يعني انت في اترا فابريليشن عندك الريجلر ريست فلو الانترفلز او ابر انترفلز اباف الابر تراكنج ريت او الابر ريت ليميت بتاع السي ار تي فهو بيقلب للتريجر ان بي بيسنج. وانس الهارت ريت بيقل اقل من التراكنج فبيبتدي يحصل بايد ريكلر بيسنج فعشان كده الكومبلكس بيوسع لان بيبقى فيه كونتريبيوشن للار في بيسنج في الار في فاعتقد ان هو ده سبب الفاريشن فدي ده ادابتيف سي ار تي يعني دي الفكره ده الفكره بتاعت ادابتيف سي ار تي ان انا بحاول على قد ما اقدر لان انا مشكلتي لو عيالي بيحصلوا اي اف وانا معتمد على بايد ريكلر بيسنج اونلي اللي هيحصل ان انا الهارت ريت هيبقى اعلى من الابر ريت فاحنا عندنا معظم العيانين سي ار تي بيبقى عندهم انترنسك ريزم مش كومبليت هارت بلوك فالبيهيفير بتاع البيس ميكر هيبقى ان الانترنسك هو اللي هي اوفر كام يعني انا الانترنسك ريزم بتاعي هو اللي اوفر كام الباي دي بيسنج فيبتدي العيان يبقى نون ريسبوندر. ففكره الادابتيف سي ار تي ان انا احاول ان انا لا ان انا اعمل تريجر اكتيفيشن للموست ديزايربل تشامبر هو اللي تبقى عكس البيس ميكر فاحنا البيس ميكر لما العيان الهارت ريت بتاعه مثلا بيبقى اباف الابر تراك اللي زي الاي اف والسوبرا فنتريكا تاكي كارديا بيبقى ايه؟ يا ويت باك يا تو كوار. فاهمين الفكره؟ فهي دي نقطه ان السي ار تي البيبيا بتاعه في التاكي كارديا مختلف تماما عن العيال اللي عندهم كوميك هارت بلوك اهم ديون البيس ميكر. هي المشكله لما تحصل الاي اف هي الاي اف هي دي هو بيبدا الريسبونس بتاعه على الاكزامبل ده بالظبط مفيش اي ويف كفور بالظبط ايوه مفيش كفور واحيانا يحصل بس كده كام في المية السينكرونس بيسنج رايت وليف الحاله دي مش كل واحد مش كلهم سينكرونايز. بص حضرتك يعني هو في الاكزامبل ما كانش في داتا يعني ما قالوش هو كام في المية بس اعتقد ديفينتلي ات ويل نوت بي 100% بس اعتقد ان هو القصه دي ان هو الفاريشن ده بس انا في الاخر محافظه على السينكرونايزيشن لكن في البيشنت ده اعتقد مش هيبقى لما جه وهو اصلا جاي بيشتكي من ديسني وبريبتيشن البيشنت ده المانجمنت كان ان هو يعملوا له كارديو فيجن ويرجعوه ساينس ليد بحيث ان هم يحافظوا على
اعتقد الكراشه كان المفروض يكتب يونان عيال انفالتد ويز ادابتد سي ار تي عشان انت لو مش مركز ادابتد سي ار تي مش هتاخد الاوبشن. ما هم خدعوني فقلت انا هخدعك. المفروض يعني هم يعني ما رضيتش اقول المعلومه دي لان هم ما قالوش ده في الاكسبلينيشن. بس على فكره انت هتقرا اسئله بتبقى صعبه كده. يعني هو لازم تبقى ابديتد، لازم تبقى بتحضر معاهم تقرا الناس الريسنت بيبرز لان بيعتمدوا على الاسئله بتاعتهم ان هو يجيبوا سؤال من بيبر او من استادي عشان دي صعوبه الامتحان. وما بيقولكش تقول المعلومه في الاول صراحه يعني محمد شويه مش الهارس كمان اسف الايه راس فرفش والتريجر مود ده ما يشتغلش لو كان الطبيب اضافه يعني في حاجه هتخلي الانترنسيك ريزم اوفر كام الباي دي يعني لو كان البيئه في الغرب في الدكتور ريزم ما يشتغلش يعني صح اضافه تراكنج ريت صح ذيس از ذا ماكسيمم ريت هو تنشور ان العيان على طول في سينكرونيزيشن في كل السيتويشن during rest and during a physical activity or he has a tachycardia especially في الافلينجيات واحد independent predictors of non-responders والهمس دائما في البريسين يكون الارجيولار بيسنج سبايك ده في حاله ايه؟ لكن لو عندك ايه تاكيكارديا او سوبرابليكتر غالبا يعني 80% بيركب يعني بيعتبر في الاي اف ايش اكتيفيت اون في ال وان اوف ذا اي اف الجوريزمز. انا عايز اسال سؤال. انا بشكرك. عايز اقول حاجه في البيسك اللي هي الاي اف فيها شورت سايكلز ولونج سايكل. الشورت سايكلز دي تريجر اللي كل النورمال بتصير لما جت لونج سايكل اللي هي زي دي مثلا بالظبط كده دي لونج سايكل في البيسك كورد بالظبط. فهو البيسك ما استناش لانه خلاص كده الوقت كاونتنج بتاعه وقف يعني لازم ابيس بالظبط عن بيس مثلا موافق جدا صح. طيب this is another case عيان مرتب سي ار تي جاي في فولو اب هو ما بيشتكيش من اي حاجه خالص الكاونترز بتقول ان في 100% ار بي سنسنج و 100% ال بي بيسنج بيسنج مود دي لو ريت 50 ابر ريت 140 اي بي ديلي 220 180 بيس 10 دي بي ديلي 0 اتر اوتبوت 2.5 ار بي اوتبوت 2.5 ال بي اوتبوت 2.5 والاتر سنسيفيتي 0.3 ار بي سنسيفيتي 0.4 ال بي سنسيفيتي 2.5 ايه راي حضراتكم؟ سكسسفول نشوف الاختيارات هل ده فنتريكولر سيفتي بيسنج ولا ده تريجر ال في بيسنج ولا ده نيجاتيف اي في هيستريسيس ولا ده بروجرام ال في بيسنج اول ممكن نكمل لا طبعا فنتريكولر بيسنج اونلي لا لان ده مشهور هو ده اي جي ان هو هو ده ايه كلير شانل وده ار بي شانل وده ال بي شانل مفيش سيرفيس اي سي جي لو نبص هنا على الانوتيشن ماركرز هنلاقي ان الار بي كله ماشي سنسيتيف بالظبط ال بي كله بالظبط لازم انه الانوتيشن هي اللي حلت لي كل القصه انا شايف A و 2 بي مفيش مشكله لكن الار بي ده This is a sense beat. RV sensitive. هو this is a triggered LV pacing world. تمام؟ بس ماشي بقى sinus وماشي مظبوط و it's doing its job well. بدليل ان patient مش complaining و patient compensating. Right. ليه ده مش ventricular مش ventricular safety pacing؟ عشان الـ atrial sensitive بالظبط. لانه الـ ventricular safety pacing إذا بروسس ما بتحصلش غير لما يحصل اتريال بيسنج ايفنت. ليه مش نيجاتيف اي في هيستريس؟ بالظبط كده مفيش شورتنج في النيجاتيف اي في هيستريس لازم يحصل شورتنج او المنطقي ان يحصل شورتنج. طيب ده بيشنت مركب سي ار تي دي فول اب بعد 2 مانس البيشنت هي داز نوت امبروف مفيش اي امبروفمنت في السيمتومز خالص وده الال بي ثريشولد تيست وكان معمول على 0.4 ملي سكند بلس وابتدينا على
output measured يعني test من 1.5 volt على 0.4 ميجا. ايه رأي حضرتك؟ هل الـ LP capture 0.75 volt ولا 1 volt ولا 1.25 volts ولا some other value؟ دي بس ايه اللي حصل؟ هو ايه الادبنس اصلا اللي في LP capture؟ بالظبط احنا مش بنعمل LP capture اصلا. تاري كتابه ايه؟ هو اللي هو مسكوب فبيكابتشر واضح بالظبط كده. دلوقتي البيسنج دلوقتي ده بي سنسنج ده بي سنسنج ده بي بيسنج خلاص. بس لو ناخد بالنا في مسافه ما بين البي بيسنج والكومبلكس اللي ظهر على الاتريال شانل. النقطه الثانيه الايفنت اللي ظهرت على الاتريال شانل دي مكتوب عليها اي بي يعني اتريال بلانكينج. يعني دي جت حاجه جت في الاتريال بلانكينج. دي نقطة. النقطة الثانية انه منظر الار في تشانل والال في تشانل ما تغيروش خالص ثرو ذا بيسنج. رغم ان هنا في اكسلريشن حصل فحصل بيسنج في الاتريوم وما حصلش اي تشينج في المورفولوجي بتاع السيجنال اللي على الار في ولا على الال في. يبقى معنى كده ان انا ما جيتش ناحية الايه؟ الفنتركلز خالص. سوري ما هو كان ار في كويل ما هو السنسنج سوري كان ار في كويل ما اتغيرش خالص. المورفولوجي ما اتغيرش قبل وبعد وفي الاخر هو واحد. لما عملوا اكس راي للعيان ده لقوا المنظر التاني انه حصل سويدر سيندروم الليدز اتشدت. حصل انه الكورونري ساينس ليد dislodge the proximal coronary sinus for that piece left it. Okay. طيب the patient رغم ان البارامترز كلها اوكي يعني ده احنا هو بيسمع هو بيكابتشر الاتريال حتى من هو مش مش شايف انه في مشكله والبارامترز اوكي لكن العيان هاي سيمتوماتيك ومفيش اي امبروفمنت في السيمتوم. عشان كده مهم انت بتعمل بيسنج تيستنج ان انت لازم مش بتعتمد انت شايف حاجه بتكابتشر ولا لازم تعرف انك بتكابتشر. يعني انا اكشولي انا حصل عندي اكسلريشن بس الاكسلريشن ده نتيجه ان انا عملت اتريال كابتشر وحصل كوندكشن بس. يعني انا الفكره مش ان انا اشوف اكسلريشن وبس لا انا لازم اتاكد ان الاكسلريشن ده من الشيمبر اللي انا بعمل له تست. انا دلوقتي بعمل مفروض ان انا بعمل ال في كابتشر. هل هنا انا شفت ال في كابتشر؟ لا ما شفتش ال في كابتشر. اللي حصل ان حصل اتريال كابتشر واللي سرع الريت وقت التست بتاعي انه الاتريال كابتشر ده كوندكتد ثرو الاي في نود وصلت للفنتريكل فحصل اكسلريشن. لكن ده مش بسبب LV pacing. لا ده بسبب اتريال بيسنج. ده اي جي ام حضرتك انتركارديو والشكل ما اختلفش. انا مثلا دلوقتي لو الاي جي ام بتاعي بتاع الار في وانا بعمل LV pacing threshold مفروض انه الاي جي ام بتاع الار في المورفولوجي بتاعه هيتغير. هنا ما اتغيرش. طيب this is a patient مركب سي ار تي دي فولو اب بعد 6 شهور. ال LV threshold كان قبل كده 2.7 فولتس 0.8 ملي سكند بعد شهرين. الديفايس سيتنجز كان اتي لور ريت 50 ابر ريت 140 اي في ديلي 160 140 اتريال اوتبوت 2.5 ار بي اوتبوت باي بولر 2.5 ال في اوتبوت ال في تيك تو ار بي كويل 5 على 0.8 اتريال ار بي ال بي سنسيتيفيتي 0.3 2.5 2.3.
وده كان التست بتاع ال بي ثريشولد كان معمول على بالس ويدث 0.8 ملي سكند. What is the LV capture threshold? And هو 2.7 volts, 2.8 volts, 2.9 volts, some other value. Two risk factor for this tracing of another solution. اللي هو high basing threshold اللي هي 5 والpolarity from the LV tip to RV ring. هو عزيز ولا كويل؟ لا ده كويل. كويل. لو ناخد بالنا هنا ار بي تيب تو ار بي كويل. ممكن ان يعمل. هو ظابط كده؟ واضح جدا ان التايمنج بتاع الار في هو نفس التايمنج مع البيسنج بتاع ال في وعندك السكند ديفلكشن ده الانترنسيك ال في. بالظبط كده. ادي كده عندك دبل اكتيفيشن على الاي بي والثانيه دي الويف الثانيه دي هي الانترنسيك ويف او الانترنسيك سنس ويف بتاعت اللاب فانت وقع في الريفلكتور بيريد فعشان كده مش عامله اي تاثير فانت ما تتعبش فانت تك او لما تكون عامل السيتنج بتاعت ال بي ار كويل المشكله الموجوده الكابشرنج الكابشرنج ده بس بس اكشولي يو ار ار في بيس اون ذا تايم فالمشكله عندي يجي لك نون ريسبوندر وانت تقول لا ده انا باي بي بيسنج البارامترز بتاعتك مش واخد بالك معايا اكشولي از ار بي بيسنج. هي موضوع الانود الكابشر ده مشكله وما بنحبش نعمله الحقيقه. ساعات لما بنلاقي بقى انه الباي بولر اليوني بولر الريفرس بولينج لكن يبقى من الار بي تيب للار بي كويل الانود الكابشر فيه مشاكل منه كتير. فعلا زي ما احنا شايفين زي ما الدكتوره لميا شرحت ان الاثنين بوتنشال اللي شايفينهم دول اول واحده دي بتاعت الار بي كابشر نفسه وتاني بوتنشال هو بتاع الكوندكشن او اللوكال ال في دي بولاريزيشن. هي التركه ان هم ذا سيم تايم الار بي والال في ات ذا سيم اكزاكتلي تايم عند السبايك شايف؟ بالظبط كده. دي مستحيل تحصل لو انت ما بتفتحش يعني لازم هيبقى في فرق ما بينهم مش ممكن هيبقوا اكزاكتلي ات ذا سيم تايم مستحيل. يعني يمكن تاني حاجه بقى برضه كتلوش شويه انه ال during the pacing الانتراكارديك ار بي از نيجاتيف في نيجاتيف ديفلكشن في بدايه البيسنج فده يقول اكتر ان هو ممكن يبقى فعلا ار بي بيسنج مش حاجه. البيشنت ده لما عمل ال في ريشول تيست وذ يوني بولر بيسنج بس ظهر القصه ما هم ما كانوش عارفين لما جربوا يعملوها او يعملوا الثريشول تيست يوني بولر بس ظهرت القصة وظهر ان احنا بنكابتشر او سوري ان القصة مختلفة تماما فهي بانت من كده. فلما انا احس ان انا في كونفيوجن او احس انه في لا مشكلة لا انا بس لازم افكر اوت اوف ذا بوكس واطلع اغير المود اليوني بولر ان شاء الله ارجع له تاني مفيش مشكلة بس عشان اشوف انذر واي اوف ثينكينج واشوف الناحية التانية من القصة ماشية ازاي. احنا عارفين ان الانودل كابتشر دي مشاكل لانه ممكن يقرا لنا قراءات غلط للال في كابتشر ثريشولد زي الاكزامبل اللي احنا شايفينه. ممكن يحصل سيمالتينيس باي فنتريكولر كابتشر رغم ان انا ممكن ابقى مبرمجه على انه يبقى سيكونشال لو مثلا ظابط في في ديلي اكتر من 20 او 30 ملي سكند لا اكشلي اللي هيحصل ان انا هقيس الاثنين فنتريكلز في نفس الوقت ودي مشكله. طيب ده بيشنت الريكوردينج بتاعه انترا كاردييك او سوري اي جي ام ديورينج ذا سي ار تي امبلانتيشن. ممكن سؤال على هو ممكن انودر يحدث في ال في رينج تو ار في رينج؟ ال في رينج تو ار في رينج؟ ار في سوري ال في رينج تو ار في رينج سوري ممكن جدا ليه لا؟ بالظبط اي حاجه تروح بالظبط اخر حاجه الانود بتاعها تبقى واحد البلس امبليتيود لازم تعالي يعني مستحيل الكابشن ده يحصل على بلس امبليتيود عشان كده زي ما قال لك اول الكلمه ايه هاي بيس ثريشولد هو غالبا بيبقى اضطراري
يعني بيبقى مش لايق كويس، مش جايب كاتسوف كويس بالباي بولر باليوني بولر، فبضطر اكل بقى ال في تيبتو ار جي كويل او ار بي. لكن طبعا ممكن يحصل طبعا. طيب ده عيان during implantation واحنا بنبرمج واحنا بنكتب حصل التشينج في الريتم. فايه رايكم؟ هل ده ممكن يبقى ventricular premature beats ولا ده switching للار في والال في beats نربطهم ببعض، ولا switching للاتريوم والار في beat، ولا switching للاتريوم والال في beat؟ نجيب لكم الاكبر شويه. بتاخدوا بالك بس في هنا هنا يعني في سيناريو بيتكرر، في سيناريو بيحصل في سيناريو بيتكرر، يعني بيحصل سنسنج للار بي والال بي ات سيم تايم قبل الاتكال سنسنج وبعد كده هو سويتش. تمام، سويتشنج لايه بقى؟ من هنا اول ايفنت كانت ايه؟ بريماتشور. وبعدين حصل ايه؟ تاخدوا بالكم بقى انه هنا الاكريان لقيت حاجه ماشيه مع الكيور اس كومبلكس، والمفروض ده اكريان، لا يبقى ده حاجه في البلد. والار في شاف حاجه مش ماشيه مع الكيور اس كومبلكس، فبقى معنى كده ان ده الاكريان سيجنال وده ventricular signal. That exchange ما بين الاتريال بيت والار في عكس وصلوا غلط الاتريال بيت والار في ليد عكسوهم. فشاف احنا عرفنا منين؟ عرفنا ان الايفنت دي اللي المفروض تبقى على الاتريال شانل هي اصلا في، هي في ايفنت، والار في حس سيجنال اللي هي الاتريوم. طيب سؤال بقى تاني، هي طب ايه رقم ثلاثه بقى دي؟ ايه البيت رقم ثلاثه؟ في بعض الديفايسز بيبقى في كونكتد من جوه، جوه الديفايس في كونكشن ما بين الار في سنسنج والال في سنسنج، فلما حس او هيئ له انه حس ار في، حس ادى سيجنال للال في تمام. وبعد كده اللي حصل ان جت سيجنال ثانيه للانترنسك ال في، والسيجنال الثالثه كانت سوري السيجنال الثالثه الفي الثانيه بالظبط كده، بالظبط كده هيتلخبط قوي. تمام. طيب ايه دي بقى؟ بيت نمبر 6 دي دي ماشيه مع اي تي ام، هي بي سي بالظبط، هي بي بي سي جايه في الريفراكتوري بيريد، ف مش باينه على السيرفس اللي هو كان ما بانتش على السيرفس. حصلت ولا تي 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 ركب بتاع البنت مره ايوه حصلت مره. شفت عيان في سي ار تي برضه حصلت، كانت قصه مشهوره برضه. فموضوع التشيك ان انا وانا بركب مش هيبقى ابدا ان انا اقعد اقرا السيريال نمبر وراجعه مع المهندس واقول يا جماعه الرقم كام، واوسوس. الوسوسه في الحالات دي مفيده جدا. بلاش ان احنا نقول لا 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 انا عارف، ما هو ده اللي انا حطيته في اخر واحد يبقى هو ده اخر واحد حطيته. الكلام ده بجد بجد والله ممكن يعمل مشاكل كبيره. مش عيب ان انا اقرا كتير النمبر، مش عيب ان انا اراجع مع المهندس ونستهجى واحد واحد، يعني سوري يعني في الكلمه لو شغل الفهلوه شويه، وان احنا نستعجل ممكن احنا بنشتغل واحنا مستعجلين شويه ومش مركزين، بيبقى في تفاصيل كتير قوي في الحاله ومشاكل كتير قوي
فما بنركزش في الحته دي ممكن الحته دي تفوت مننا شويه. في حاجه مع الـ QRS complex على السنس بالظبط. دي حسم القصة دي دي اللي مبينة القصة. confusing بقى ان انا بقول لك انا ما اعرفش هو حطه مع انه right ventricle ولا left ventricle ان الـ RV والـ LV مع الـ AWAY الاثنين مع بعض. دي قصة تانية بقى هو شرحها بقى بعد كده. حاجة يعني انه ان الـ sensing مرتبط ببعض. انا دي الحقيقه ما اقتنعتش بيها قوي بس انا يعني انا ما كنتش عايز اجيب الاستاذ دي عشان التفاصيل اللخبطه دي. انا نفسي ما اقتنعتش بيها ما عرفتش لكن هو قال انه في لينك في السنسنج ما بين الار في والال في الترن لينك ما بينهم. ما كانش في بعض الديفايسز بيبقى في سنسنج للال في يعني انت يو كان تيست للال في سنسنج اعتقد القصه دي كده. انا دي حتى هو كمان هو دي ما شرحش المانيفاكتشرنج دي في سنسنج ال بي دايما في كام راوند للسي ار بي يتست السنسيتيفيتي من الار بي صح. في بعض الديفايس يو هاف ذس اوبشن ان ذا ال بي مش كده بتعمل مشاكل بالظبط ساعات يفن نعمل سويتشنج للال بي سنسنج. يعني معلش انا مركز على الحته دي. انا دي تفسيرها بالنسبه لي لان انا ما اعرفش بالظبط الديفايس فيتشر دي بتعمل ايه. حته اللينك اللي ما بين الار في والال في سنسنج دي انا الحقيقه مش عارفها. انا جايبها انا جايب الحقيقه السلايد دي عشان الحته دي بس حته السويتش بتاع التوصيل بس. ممكن السايت نفسه بتاع الار في هو يعمل سنسنج للال في سايت الار في في فار فيلد في فار فيلد ممكن الال في المشكله ان زي ما كان حد بيقول ان السنسنج كبيره قوي على الال في. بس في حاجه انت عندك دي اريا ايه ودي اريا بي وده وقت التركيب يعني ده كان ديورنج امبلانتيشن. ودي الحكايه دي بالظبط يعني انت عمرك ما تركب سي ار تي وما تبرمجوش بعد ما قبل حتى ما تقفل الجرح او بعد ما تقفل قبل والعيان على الكونتيجنت. دي اقرار من انت تدخل بالعيان ومش مشخص القصه دي وانت ديورنج الاوبريتنج روم. فدول ما تستنوش انك تبرمج العيان بعد ما تركب. في الحروف اللي انا بكره بتكلموا على حاجه زي كده هو وانس ان انت لارج اي جي مع الاتريال سيجنال السويتش صعب ان يبقى في لارج اي جي مع الاتريال سيجنال. النقطه الثانيه معظم الديفايسز القديمه البيس سنس ليد هو الار في ال في ما فيهوش بيس سنس ليد لازم يكون حاسس بالار في عشان يعمل سينكرو سبيسنج بصراحه. فممكن يفسر ده كل معايا. حد عنده اي تعليق او اي اسئله؟ نرجو تكونوا يعني الدنيا استفادت.